مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص. يسعدني اليوم أن أرحب من بير حسن بسماحة العلامة المفكر الإسلامي السيد محمد حسن الأمين. مساء الخير سيد. أهلا، صباح أهلا الخير. فيك سيد محمد. نبدأ من عاشوراء، يعني اليوم يعيش جزء من اللبنانيين طقوس 40 عاشوراء. أحب أن أعرف رأيك بالبداية بالمظاهر التي ترافق عادة هذه المناسبة، من لطم إلى ضرب الرأس إلى جلد الجسد بالسلاسل. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أولا أن أرحب بكم في منزلي، وأن أخصك بالذات بترحيب سبب تأكيدي عليه هو أنك ابنة أخ وصديق لي كنت أحبه كثيرا وأعتبره أحد الوجوه المشرقة في أدبنا العربي بصورة عامة، وفي المسرح بصورة خاصة، هو المرحوم الأستاذ سعد الله ونوس. تسلم، تعيش. فيما يتعلق بالسؤال حول مظاهر عاشوراء، نعم، والتي يقيمها الشيعة بصورة عامة في عدد من البلدان التي يغلب عليها وجود الطائفة الشيعية، هذه تعتبر من المناسبات العريقة والقديمة والتي يهتم فيها الشيعة ويهتم فيها المسلمون بصورة عامة. وبالتالي هناك حرص على تجديد هذه الذكرى في كل عام، ابتداء من الأول من شهر محرم، وقد خصص لذلك منذ زمن طويل 10 أيام للاحتفاء بهذه المناسبة. هي تبدأ من أول محرم إلى العاشر من محرم. فيما مضى من الزمن كانت تقتصر هذه المناسبة على اللقاءات والاجتماعات المتفرقة، إما في البيوت أو في أمكنة عامة، وتستعاد فيها سيرة الإمام الحسين عليه السلام وواقعة عاشوراء التي استشهد فيها الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه، ويجدد الناس ولاءهم لهذا الخط الحسيني الذي ثار ضد الظلم والاستبداد والقهر والغلبة. وذلك أن الإمام الحسين مثل في بداية الإسلام، يعني احنا عم نتكلم عن سنة 61 للهجرة، يعني على مقربة كبيرة من البعثة الإسلامية، مثل تيار الحرية في الإسلام وتيار العدالة وعدالة الحاكم بصورة خاصة. ولذلك فإنه في المرحلة التي تولى فيها معاوية الحكم ثم جعل الحكم من بعده لابنه يزيد، كان الحسين عليه السلام حريصا على أن لا تصبح الأمة الإسلامية يعني أمة محكومة لهذا النهج المختلف اختلافا كبيرا عن قيم الإسلام على الأقل. ثم أرادها أن لا تكون خلافة
أبدا عن جد عن جد نعم وتصبح خلافة نعم سيد، مستمرة. بالعودة إلى الطقوس، ما رأيك بالطقوس اليوم؟ آسف على المقاطعة، لكن لدي الكثير من الأسئلة نعم لأسألك أيه. عنها. رأيك بالطقوس التي أيه. تمارس اليوم؟ هذا وهذا ما يعني يدفعني لأن أقوم بهذه المقدمة نعم لأتحدث عن الطقوس التي نشأت فيما بعد. يعني أردت أن أقول أن هذه الطقوس ليست قديمة جدا، نعم إنما هي جديدة، وبالتالي فإن هذه الطقوس مختلف عليها عند العلماء والمفكرين والمتنورين من علماء الطائفة الشيعية الذين يرون أو بعضهم يرى بأنها صورة من صور إظهار الحزن على الإمام الحسين، وأن هذه الصورة تأخذ شكل اللطم وشكل الضرب على الرؤوس وشكل كذا، وأن هذا أمر ليس دينيا ولكن لا يعني مشاحة فيه، أنه لا بأس به. وهناك من يرى أن مثل هذه الطقوس هي لا تتناسب مع المناسبة، أهمية المناسبة ومقام المناسبة، وأنها بدعة وليست شكلا من أشكال الإبداع، وبالتالي فإن بعض العلماء حرموا ممارسة هذه الطقوس. نعم بهذه الطقوس، وخاصة تلك التي يجري فيها ضرب الرؤوس وضرب الأجسام بالسلاسل وتعذيب النفس والأطفال حتى. ومن وجهة نظري أن هذه الطقوس تسربت إلى هذه المناسبة وإلى العقول التي مارستها في فترة معينة من الزمن بتأثير من تبادل العادات والتقاليد بين الأمم. نعم. فهذه الحالة موجودة في نعم. بلاد كثيرة. نعم. يعني طقوس تعذيب النفس حتى في المسيحية وجدت هذه الطقوس، عدا وجودها في الأديان الوضعية أيضا، يعني نعم. مثل الهندوسية مثل البوذية مثل غيرها، وأنا أعتقد أنها تسربت إلى طقوس عاشوراء. نعم سيد محمد، أنت اليوم تتحدث إلى تلفزيون سوري، ماذا تقول اليوم للسوريين ونحن في 40 عاشوراء، لا سيما أن المناسبة هذه تستخدم في حرب ضدهم؟ يؤسفني أنني لا أجد الكلمات المعبرة والمناسبة عن مشاعري تجاه الشعب السوري العظيم الذي يعيد إلى مشاعري وإلى تفكيري ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ولكن الصورة هنا متغيرة، فالهجمة على شعب بأكمله، نعم. وهنالك من المآسي ومن الآلام التي تقع على الشعب السوري ما يجعلني أعتبر أن الثورة في سوريا، نهضة الشعب السوري، هي أحد الامتدادات التاريخية لثورة الحسين في كربلاء. نعم. هذه الثورة التي تستهدف إلى الحرية والعدالة والديمقراطية وإلى حقوق الإنسان وإلى احترام الكائن الإنساني في مواجهة نظام
يمارس كل أشكال الاستبداد ومصادرة الحريات. بهذا المعنى فإنني أجد أن هناك قرابة كبيرة بين ما يحدث في سوريا وبين ما حدث في كربلاء في عاشوراء. بل أكثر من ذلك، أستطيع أن أقول إن ثورة الإمام الحسين هي لم تكن من أجل العصر الذي عاش فيه الإمام الحسين، أي من أجل أن يعدل موازين القوى بينه وبين السلطة الأموية، وإنما كانت درسا تاريخيا وأبديا لمبدأ رفض الظلم والاضطهاد ومكافحة الظلم والاضطهاد. نعم سيد محمد، قلت في لقاء سابق إن الشيعة بحكم بنيتهم العقائدية لا يمكن إلا أن يكونوا منحازين لقضايا الحق والحرية والعدل، وهذا يشبه ما تحدثت عنه الآن، وبالتالي لا يمكنهم أن يكونوا مع الظالم ضد المظلوم. كيف تفسر إذن وقوف الكثير من الشيعة في لبنان مع النظام السوري ضد الشعب، ضد حرية الشعب؟ لا بل ومشاركتهم في قتله. إنها مفارقة. نعم. يعني أكاد أقول إنها مفارقة. نعم. مؤلمة. أن البعض يظن بأن ما يحصل في سوريا هو ليس ثورة. نعم. أو ليس حقا من حقوق هذا الشعب في أن يغير نظامه، ويعتقدون بأن هذا النظام هو أقرب إليهم وأكثر مساندة لهم. الأمر الذي يجعلني أجد في الأمر مفارقة كبيرة، مؤكدا أن هذا الموقف السياسي والعسكري ليس موقفا شيعيا. وإني أكرر ذلك، ليس موقفا شيعيا على الإطلاق، إنه موقف سياسي. نعم، موقف حزب الله وأتباعه. إنه موقف سياسي. وبالتالي فإنه لا يمكن حسبان هذا الأمر على الشيعة ككل. ولكن يمكن أن يحسب على فريق من الطائفة الشيعية، لكنه الفريق الأقوى على ما يبدو. هنالك ظروف كما تعلمين، يعني ظروف سياسية وظروف دولية قد تجعل من فريق ما في طائفة ما أقوى من الفرقاء الآخرين. فمثلا يعني عندما يكون هناك حزب مدعوم وتابع بصورة عقائدية لدولة من الدول، وهذه الدولة تتخذ سياسة معينة، فإن هذا الحزب غالبا ما يتبع هذا الذي، وبالتالي فإن الشيعة الذين يرفضون القتال في سوريا ضد الشعب السوري لا يملكون من المعطيات ما يجعلهم قادرين على وقف هذه الظاهرة. لكن هناك من يمتلك المعطيات، يعني كحضرتك مثلا وككثيرين غيرك، ويقال وليس يقال فقط، هناك فعلا كتاب ومفكرون وباحثون وعلماء دين من الشيعة معارضين لسياسة حزب الله. لكن يتساءل البعض عن قوة ما أو مرجعية، إذا بدك دينية شيعية، قادرة على مواجهة حزب الله سياسيا على الأقل. هل لديكم في الشارع العريض هذا الثقل وهذا الوزن؟ هل أنتم تشكلون مرجعية للناس؟ مما لا شك فيه أننا نمثل مرجعية أدبية دينية
واضحة في هذا المجال. نعم. ولكن لا أدعي أن هناك يعني ميزان متوازن من القوى، كما قلت يعني أن الحروب وخاصة في قرارات الحرب والسلم، نعم، بطبيعة الحال فإن القوى القادرة والتي تملك الإمكانيات بطبيعة الحال سوف ترجح كفة الميزان لديها، نعم، تجاه القوى الفكرية والدينية والعقلانية، نعم، إذا صح التعبير. صحيح. بهذا المعنى لا أستطيع أن أؤكد أن هناك إمكانية لمواجهة هذا الاتجاه القائم حاليا، والذي يعني اتخذ قرار القتال في سوريا. حتى الدولة اللبنانية نفسها التي تعرفون أنها يعني دعت إلى موقف الحياد والنأي بالنفس، وهذا التعبير استعمل كثيرا في الأدبيات السياسية اللبنانية، لم تتمكن أن تمنع من دخول فريق من اللبنانيين. صحيح. لا بل وبعض يعني ممثلي المعارضة من السنة في الحكومة سهل لحزب الله يسهلون هذا الأمر، دخوله إلى سوريا ومقاومة. وهذا يجرنا إلى حديث طويل لا نستطيع أن نتكلم عليه، هو موضوع الدولة في لبنان. نعم. يعني نحن في أدنى الدركات، أدنى درجات التي يسميها يعني درجات النظام الدولي، نظام الدولة. نعم. عندنا تفكك، وعندنا انهيارات، نعم، سياسية، وعندنا ضعف سياسي، وليس عندنا الدولة بالمعنى الحقيقي. وبالتالي بإمكان أي فريق أن يستغل هذا الضعف والفراغ السياسي، وأن يتخذ قرارات لا تتناسب، صحيح، مع سياسة الدولة نفسها. صحيح. أنت تقول أيضا سيد أن حزب الله هو حزب مقاومة ولم يجرد من سلاحه بعد انتهاء الحرب الأهلية، الحرب اللبنانية، لأنه يجب أن يكون سلاحه سلاح مقاومة. لذلك نحن نعتبر، أنت قلت نحن نعتبر أن تدخله في سوريا عسكريا لا يتناسب مع المهمة الشرعية الموكولة لهذا الحزب، وهذا ما نحاول أن نقنع به الجميع. من تقصد بالجميع؟ هل الحزب هو المقصود أم حاضنته الشعبية؟ وهل هذه المهمة يعني سهلة في مكان أم معقدة جدا؟ وفي الحقيقة أكرر القول بأن أهمية حزب الله ومكانة حزب الله في لبنان وفي المنطقة العربية أنه يشكل فريقا مقاوما يلتزم بالمقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهو قد حقق إنجازات كبيرة في هذا المجال نسبيا. ونحن لا نمل أبدا من التوجه إلى حزب الله نفسه، من التذكير بأن مجد حزب الله إذا صح التعبير لا يقوم على أي شكل من أشكال الانتصارات التي تتحقق في يعني حدود سوريا، نعم، وفي بلد ما شقيق. صحيح. وإنما مصداقية حزب الله تتحقق في ممارسة هذا الدور القومي والدور الإسلامي، نعم، والدور النضالي الكبير في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وأنا لا أشك، نعم، أن حزب الله ما زال يقول بالمقاومة يقول لكن لا يفعل ربما الأقوال ولكن غير الأفعال، ولكن لا يستطيع حزب الله أن يقنعني بأنه قادر على أن يخوض في جبهتين مرة واحدة وبنفس الكفاءة، مع العلم أنه الجبهة السورية
تستنزف من القوى ما يكاد يوقف أي شكل من أشكال المقاومة. نعم. التي هي المبرر الأخلاقي. لكن صورة الحزب تغيرت تماماً، ويبدو أنها تغيرت إلى الأبد. يعني ألا توافق؟ أنت قلت أنا بشكل من الأشكال إن صورته تغيرت في لبنان وحتى في الطائفة الإسلامية وفي المذهب الشيعي. أي أنا أعتقد أن هناك صورة جديدة يعني تكونت عندما أصبح حزب الله جزءا من المسألة الإقليمية. نعم. جزءا من المسألة الإقليمية. تتحدث عن الثورة السورية. يعني بعد نعم. الثورة بعد السورية. بعد تدخله في الثورة السورية. وأن خروجه من هذا الأمر يحتاج إلى قرار شجاع. ولكن أشك بأن قيادة الحزب في لبنان قادرة على اتخاذ هذا القرار الشجاع الذي يقضي بانسحاب الحزب بانسحاب يعني عناصر الحزب من سوريا، وذلك لأسباب ليست ذاتية صرفا، يعني بمعنى أنه لا يوجد قناعات لدى أفراد من حزب الله وربما قيادات من حزب الله يعني تعرف أن الدخول إلى الحرب السورية هو خطأ، ولكن لأن الحزب لم يعد يملك قراره الذاتي بهذا المجال، وأصبح جزءا من الصراع إلى إيران. نعم. من الصراع في المنطقة. نعم. وبالتالي يعني في صعوبة بأن يحدث هذا التحول، ولكننا نصر دائما وفي أدبياتنا وفي خطابنا لحزب الله أنه لا بد من إعادة النظر في هذه المهمة. نعم. المهمة التي تتنافى مع شرف المهمة الكبرى التي أنيطت بحزب الله وأناطها بنفسه هو وبلبنان كله المقاومة يعني. نعم. بطبيعة الحال حتى المقاومة يعني أيضا هي أيضا يعني لديها أكلاف معينة وأثمان معينة يدفعها كل اللبنانيين. كل اللبنانيين. سؤال أخير قبل أن نتوقف مع فاصل سيد محمد، هناك إشارات وهناك دلائل ووقائع تشير إلى أن عناصر إيرانية وحزب الله وقوات النظام يقاتلون تحت غطاء جوي، وهناك صور لقاسم سليماني كما تعرف. هل هذا التحالف يساعد في مكافحة الإرهاب برأيك أم يعمق التشدد؟ أنا أقدر أن الاتجاه مع الأسف في سوريا هو إلى تعميق ظاهرة الإرهاب، ظاهرة القوى التكفيرية في سوريا. ولي وجهة نظر في هذا المجال، وهي أن هذه الجهات التكفيرية لم تنشأ من فراغ، وإنما أنشئت ووراء إنشائها قوى متعددة، ولكن بالدرجة الأولى فإن النظام السوري هو المستفيد من هذه القوى المتطرفة يعني أو التكفيرية أو سميها ما شئت. هذا يعني الطيران الآن اللي موجود واللي عم بكافح واللي عم أنا لا أعتقد أنه يحسم المعركة مع داعش مع مثلا. الإرهاب. صحيح، لأنه أقل من 5% من المناطق المقصوفة لا يحسم المعركة التي قصفت هي، وأخشى يعني بالعكس أن يعطي لداعش أمثالها يعني عنصر قوة جديد، وأن يمكنهم أكثر من اتخاذ مواقع
فاعلة في القضية السورية بصورة نعم. عامة. نعم سيد محمد، سنتحدث أكثر عن التدخل الروسي والقصف الروسي الذي بدأت به، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الخاص مع سماحة العلامة المفكر الإسلامي السيد محمد حسن الأمين. قبل أن نتحدث عن التدخل الروسي الذي بدأنا به قبل الفاصل، أريد أن أسألك سيد محمد، قلت مرة إن الشعب السوري ليس بحاجة إلى من يقاتل معه، بل بحاجة إلى من يقف معه معنويا، إلى من يسلحه في مواجهة مدافع النظام وطائراته وصواريخه. هل أنت مع التسليح إذن؟ في البداية لم أكن مع التسليح. نعم. وانطلاقا من اعتبار النهضة أو الحركة السورية أو الثورة السورية هي ثورة سلمية. نعم. ومدنية، كان لها طابع. نعم. وذات طابع مدني ومطلبي، وبالتالي فإن انتشار الثورة وانتشار أفكارها ومؤيديها أدى إلى أن يستعمل النظام الأسلوب المسلح مع هذه الحركة. حاولت يعني المعارضة إذا صح التعبير أن تتفادى الدخول في موضوع السلاح يعني. نعم. لكن كان لابد في مع إصرار النظام على استعمال القوى المسلحة ضد المعارضين والمتظاهرين. نعم. أن يصبح الشعب السوري مجبرا. نعم. كرد فعل وكدفاع عن النفس على الأقل. دفاعا عن النفس. نعم. وبطبيعة الحال يعني إذا قارنا بين إمكانات الجهات العسكرية. نعم. بين النظام والمعارضة. نعم. سنجد أنه لا يوجد يعني أي نسبة. صحيح. فبهالحالة هذه اتجهت المعارضة أو بعض فصائل المعارضة إلى الحصول، محاولة الحصول على السلاح للدفاع عن النفس. نعم. وفرض على الثورة السورية أن تكون ثورة مسلحة. نعم. وبهذا المعنى. نعم. بهذا المعنى بطبيعة الحال نحن مع أن الدول العربية والشعوب العربية تكون إلى جانب الشعب السوري. نعم. وهذا يقتضي أن تكون لدى المعارضة السورية الإمكانات لمواجهة آلة النظام. هذا النظام. نعم. ننتقل إلى روسيا والتدخل العسكري الروسي. هل هو احتلال برأيك؟ يعني كيف تنظر إلى موقف نظام يطلب هذا التدخل ضد شعبه؟ وهذا دليل واضح يعني أن النظام لم يعد يملك الحد الأدنى. نعم. من المحافظة على هيبة السلطة والحكم، وأن يعني هذا النظام بات يريد بكل وسيلة من الوسائل أن يحافظ على وجوده، ولو كان هذا الوجود وجودا شكليا. نعم. ولم يجد مانعا من الاستقواء بكل من يمكن أن يكون له مصلحة في القتال في سوريا وفي أخذ مواقع في سوريا. وأكثر جهة عالمية دولية. نعم. ذات مصلحة في هذا المجال كما تعلمين هو روسيا. نعم. يعني الذي كان اتحادا سوفيتيا وأصبح. صحيح. روسيا التي لم يعد لها طريق على المياه الدافئة في المنطقة كلها، وأن قواعدها الموجودة في الساحل السوري تريد أن تحافظ عليها لتبقى
لها هذه الهيمنه نعم المعروفه، و يعني اعني ان الروسيه ذات مصلحه واضحه في ان صحيح. تقاتل ضد الثوره ومع النظام لبقاء هذه المصالح والمحافظه عليها نعم وتطويرها ايضا. وروسيا وسياسه بوتين تثبت في كل يوم أكثر من الآخر أنها لا تنطلق من أبعاد أخلاقية وإنسانية، حتى أنني وأنا رجل دين يمكنني أن أقول نعم إن روسيا الشيوعية كانت أفضل بكثير من روسيا من الحالية، روسيا يعني اليوم. نظام نعم اليوم. نعم إنه يعني إن يعني إرسال طائرات وقصف الشعب السوري الأطفال والأطفال والنساء. نعم والنساء نعم هو من الأحلام الاستعمارية بطبيعة الحال، يعني صحيح. لمستغلين ظرفا سيئا يمر به الوطن العربي نعم والعالم والشعب السوري العربي تحديدا. والشعب نعم السوري. سيد، الأصوات المؤيدة لتدخل روسيا برأيك كيف كانت ستكون لو أن التدخل أمريكيا؟ لصالح النظام نعم السوري. هناك أصوات سورية ولبنانية وعربية أيدت التدخل الروسي في سوريا، كيف كانت ستكون هذه الأصوات لو أن التدخل أمريكيا يعني؟ أنا لا يعني لا أفرق يعني بين التدخل الأمريكي والتدخل الروسي. لماذا يعتبرون التدخل الروسي تدخل يعني يعني مشروع؟ مشروع، لا ليس هناك مبرر، نعم بالعكس، بل يعني إن التدخل الأمريكي بوصفه ذو تاريخ يعني في التدخل بقضايا نعم المنطقة لا يفاجئ كثيرا. إذا حصل لا يفاجئ كثيرا، أمس تدخلت في العراق وقبلها تدخلت في أفغانستان وتتدخل، بس التدخل الروسي هو الذي يفاجئ ويجعلنا يعني نشعر بالكثير من الاستياء نعم أن تتحول روسيا إلى دولة معادية، في الواقع معادية ما دامت تحارب شعبا نعم وما دامت تقاتل صحيح. شعبا. وأما يعني من يريد التدخل الأمريكي فأنا لست معه على الإطلاق. أنا لا أريد من أمريكا أن تأتي فتنصر الشعب السوري، ولكن أريد منها أن لا تساعد النظام، أن لا تسكت عن النظام، نعم أن لا تشجع النظام، وأن يكون موقفها المعلن كلاميا حول أن هذا النظام يجب أن يزول، أن يكون هذا الموقف صحيحا وصادقا. نعم لكن دعوا الشعب السوري ودعوا الثورة السورية تقوم بهذا الأمر. نعم سيد، الكنيسة الروسية باركت تدخل روسيا في سوريا طبعا، وقالت إنها حرب مقدسة، هل هذا يفترض بالمقابل حربا إسلامية مقدسة؟ أبدا، أنا أعتقد أن الكنيسة الروسية هي الكنيسة مؤسسة، الأرثوذكسية طبعا. هي الكنيسة الأرثوذكسية هي مؤسسة من مؤسسات الدولة نعم في روسيا، ولا وحتى يعني لا أظن أنها تمثل الأرثوذكس نعم يعني في العالم. وبالأساس أنا يعني رأيي في المؤسسات الدينية كلها نعم أنها مؤسسات تابعة وليست مؤسسات منصفة، وليس فيها رجال نعم مسيسة بالمعنى الحقيقي ربما للدين، تقصد مسيسة. يعني مسيسة نعم مرتبطة نعم يعني بمعنى
أن المؤسسة الدينية إذا وجدت كمؤسسة حقيقية يجب أن تنطلق من المعايير من المعايير الدينية والأخلاقية في مواقفها بطبيعة الحال، لا أن تكون تابعة لجهة سياسية معينة. نعم، وأنت مع فصل الدين عن الدولة. طبعاً. وسأتحدث عن هذا الموضوع لاحقا. طبعاً. شيعة العراق أيدوا التدخل الأمريكي كما تعرف، وعدد من الشيعة اليوم يؤيدون ضمنا أو علنا التدخل الروسي في سوريا، ألا يساعد هذا في تعميق الفجوة برأيك بين السنة والشيعة؟ ألا يزيد من مؤيدي داعش ربما؟ بلى، يعني تأييد التدخل الروسي في سوريا وتدخل كل الدول التي تساعد النظام السوري له تأثير بالغ، كما ربما أشرت في بداية الحديث. نعم. على نمو ظاهرة التكفير والإرهاب وما إلى ما هنالك، يعني داعش أو غيرها، ويقوي هذه الفجوة بين السنة والشيعة. نعم. وربما أكثر من ذلك، ربما يجعل لداعش أو لكل الهيئات المتطرفة أو الأحزاب المتطرفة دينيا يجعل لها احتضانا سنيا، يعني بمعنى نوع من العاطفة ولو غير المعلنة تجاه مثل هذه المنظمات. نعم. التي نحن لا نريدها ولا نريدها أن تتحكم بمستقبل سوريا. نحن مع المعارضة المعتدلة، المعارضة التي تريد أن تقيم دولة مدنية في سوريا، دولة ديمقراطية في سوريا، فيما يحاول الآخرون أن يجعلوا الصراع صراعاً مذهبياً وطائفياً. لكن برأيك بحسب تجربتك وخبرتك، كيف يمكن اليوم التعامل مع ما بات يسمى المظلومية السنية؟ يعني هناك عدد كبير اليوم من السنة ومن الأصوات السنية في سوريا تقول إن السنة هم كانوا المتضررون من حرب النظام ضد الشعب، هم الذين قصفوا، هم الذين هجروا، الذين اعتقلوا وعذبوا واختطفوا إلى آخره. كيف سيكون يعني من الممكن التعامل مع هذا الإحساس الكبير بالظلم والغبن؟ أنا بعتقد أنه هذا حصل في سوريا، يعني ولا أدري إذا كان حصل بصورة خاصة تجاه السنة أو تجاه الشعب السوري بأكمله. نعم. أو اتجاه المناطق الثائرة، خلينا نقول. يعني وهي سواء مناطق كانت سنية أو غير سنية. نعم. يعني طبيعة هذه الأنظمة أنها تريد أن تحافظ على موقع القوة الذي تنطلق منه وتمثله، ولا يهمها إذا كان الطرف الآخر سنيا أو شيعيا. لكنها لن تتعامل بنفس الطريقة بس مثلا مع الدروز. أنا أعتقد لأنه يمكن لم يوجد في النطاق وفي مناخ الدروز. نعم. ظاهرات يعني ثورية تؤدي إلى مثل هذا التعاطي الذي يحصل في المناطق الأخرى. وبطبيعة الحال الأكثرية السكانية في سوريا هي سنة. نعم. ولا داعي للتذكير بأن بعض المناطق التي قصفت وأبيدت ليس فيها أي مظاهر يعني لا مسلحة ولا معارضة بشكل أصلاً. ومع ذلك يعني جذري. نعم. كانت هناك حرب كان نصيبها واضحة القصف واضحة. وأنا كمسلم يعني ومسلم ملتزم ومتحرر من التمذهب بالواقع، يعني يؤلمني كثيرا أننا في هذه المرحلة
من تاريخنا العربي والإسلامي أن تنشأ حزازات وحروب مذهبية داخل الإسلام، حتى داخل الإسلام والمسيحية بطبيعة الحال. أنا من الذين يعتبرون أن هذا ما يتناقض مع جوهر الرسالة الإسلامية والرسالة المسيحية، وحريص على أن أدين أي شكل من أشكال التفرقة أو من أشكال التعصب بين السنة والشيعة. وهناك حديث اليوم عن حرب سنية شيعية في المنطقة، وهذا يعني إذا صح ولا أظنه يعني صح، لأن من وجهة نظري يوجد قدر من الوعي يعني يقف حائلا دون وقوع هذه الحرب. ولكن إذا صحت مثل هذه الحروب فإنني أستطيع أن أنعى التاريخ العربي الإسلامي، وأستطيع أن أقول أننا وصلنا إلى حافة الهاوية. ولكن هذا لن يحصل في تقديري، وسيبقى هناك يعني من العقول ومن المفكرين ومن العلماء المخلصين من يواجه هذه الظاهرة على المستوى العقائدي والأدبي والأخلاق. هل يستطيع مواجهتها فقط بأدوات كالثقافة هل باستطاعته مواجهتها بالثقافة والأدبيات التي تتحدث عنها؟ التاريخ تبنيه الثقافة والأدبيات ولا يبنيه السلاح. لكن هناك أطراف أساسية مسلحة تستخدم السلاح في حروبها. هذا الأمر متغير، السياسة متغيرة جدا. يعني لا نفاجأ بين فترة وأخرى أن تحدث مفاجآت من النقيض إلى النقيض أحيانا. ولكن إرساء المستوى الوعي والفكر والعقيدة والأخلاق وبالتالي الثقافة الحديثة كفيل بأن يحدث تطورات ذات ركيزة أقوى بكثير مما تحدثه هذه الحروب العابرة لتقديري العابرة ولكن مؤلمة. إنها عابرة ولكنها مؤلمة. لكن أنا من المدرسة التي تمثل يعني القول بأن الحضارة بصورة عامة، التجدد الحضاري لعالمنا الإسلامي هو التجدد الفكري والتجدد العقلي والعلمي. وبالتالي فإن ما نجده اليوم من ظواهر التعصب وظواهر الإثنية وظواهر التكفيرية وظواهر هي كلها دليل على فراغ في مجال الفكر وفي مجال الروح وفي مجال الدين نفسه. فنحن أمام مرحلة صعبة بطبيعة الحال، ولكن يجب أن نبقى وأن نصمد وأن نواجه. وأعتقد أن هناك نخب كثيرة في عالمنا العربي وفي سوريا وفي لبنان وفي من واجبها أن تمارس هذا الدور، لأن التغيير الحقيقي ينبع من الداخل قبل أن يأتي من الخارج. نعم، كنت دائما سيد سباقا وفي خطوة متقدمة مما يجري حولنا إن كان فكريا أو علميا، وتحدثت عن اكتشاف كوكب شبيه بالأرض وانفتحت على فكرة الاستنساخ بما يفيد البشرية كإنجاز علمي طبعا. صح. وقلت إن الدين والعلم حقلان منفصلان. صح. وأنت مع دولة مدنية وفصل الدين عن الدولة. لماذا لم يجري الإسلام برأيك مراجعة حقيقية منذ مئات السنين؟
شوفي، هل الإسلام تراث، نعم تراث كبير واسع، حتى في العصر العباسي وفي العصر الذي تلاه، وفي نجد بذور للكلام على موضوع الدولة المدنية نعم وفصل الدين عن الدولة، ولكن هذا لم يكن بالقوة وبالثبات الذي يمكن من تغيير مسار التاريخ نعم الذي قام على تعاقب دول دينية إسلامية، يعني الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة المملوكية، نعم الدولة الفاطمية، الدولة العثمانية، كلها هذه دول دينية نعم يعني تحكم باسم الدين. ومن هنا رأيي العلمي والفكري هو أن الفشل الذي أصاب الحضارة الإسلامية ناتج عن أن المسلمين لم يستطيعوا أن يصلوا نعم إلى فكرة فصل دين الدين عن عن الدولة. الدولة، نعم وذلك احتراما للدين نفسه وليس للدولة فقط. ثم إن الدين هو شأن إلهي، شأن إلهي عمودي بيننا وبين الله، ولكن الدولة هي شأن بشري، نعم يعني يختارها البشر، وهي متغيرة. الدين لا يتغير، الدين في ثوابته غير متغير، بينما الدولة هي شأن متغير، نعم متغير بسرعة أيضا. نعم فكيف نستطيع أن نسمي دولة ما دولة دينية؟ نعم أليس هذا تناقض؟ الجمع بين ما هو ثابت وما هو متغير هذا متغير. نوع نعم من التناقض. سيد ثانيا، نعم تفضل. أليست الدولة الدينية تعني أن السلطة مستمدة من الله سبحانه وتعالى؟ وهذا ما لا نؤمن به إطلاقا، وقد نجد فيه انحرافا عن نعم الدين. نعم السلطة هي شأن بشري نعم يرتضيها البشر، وبالتالي تكون ملزمة عقد اجتماعي. نعم فبالتالي أنا طبعا بعتقد أنه جزء من مشاكلنا هو أنه ما زلنا نتصور أن الدولة الإسلامية هي الحل. الدولة الإسلامية ليست ما يزال حلا، هناك رفض لمفهوم الدولة المدنية. الدولة يجب أن يقال هكذا، ليست الأهمية أبرز هي أن تكون دولة إسلامية، نعم وإنما الأهمية المطلوبة هي أن تكون الدولة شرعية، نعم وشرعية بمعنى أنها مختارة من الناس. نعم سيد محمد، سؤال أخير. كتب الصحفي وصاحب موقع جنوبية علي الأمين، وهو ابنك طبعا، مقالا بعنوان إن داعش هي الإسلام أو فلينطق الفقهاء. أنت فقيه، ماذا ترد عليه؟ هذا سؤال محرج، ويتضمن من وجهة نظري يعني شكلا دبلوماسيا نعم في نقد العلماء، نعم يعني في نقد العلماء. صحيح وأنا أؤيد هذا الاعتراض، وأقول إن السكوت على مثل هذه الظاهرة هو تواطؤ على الفكر الديني نعم الصحيح، يعني الفكر الديني الذي يلزمنا وخاصة في هذا العصر أن نطلق أوسع مدى من مديات الحرية للاجتماع الإسلامي للاجتماع المسلم. فإذا كان
يعني نهج داعش يتناقض مع هذه الوجهة، فيجب علينا أن نصحح هذا النهج وأن نقول أن نهج داعش هو نهج غير إسلامي، غير إسلامي، وبالتالي أن نقف في مواجهتها. وأنا ما بعتقد أنه في يعني خطر من داعش على العقل الإسلامي بقدر ما في إلى خطر على كل على يعني مستقبل المنطقة، على الوضع السياسي في المنطقة يعني. نعم. سمحت العلامة المفكر الإسلامي السيد محمد حسن الأمين، شكرا جزيلا لك لاستضافتك لنا في بيتك هذا المساء، شكرا لك. وأنا أشكركم كل الشكر، وأتمنى أن تتاح لنا فرص أوسع، لأن الحديث يحتاج إلى أوقات أطول من صحيح بكثير. صحيح. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لمتابعتكم، نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.